يقطع الرعاة البدو من أدرار الصحراء بلا كلل أو ملل باحثين عن المراعي. الأغنام والجمال التي يرعونها للحصول على اللحم والحليب هي استثمارهم الوحيد. يوبا والد هذه العائلة. أصغر فرد فيها هو ديدا البالغ من العمر 17 عاما. ببطء يا ديدا، تحمل الجمال وزنا ثقيلا، عليك أن تجد طريقا سهلا لتمشي عليه الجمال. نعم حسنا يا والدي، لكن في أي طريق يجب أن أذهب؟ اذهب للجانب الآخر من الكثيب الرملي، يمكن للأطفال أن ينتظروا، سنعود لهم بمجرد أن ننصب الخيمة. ديدا لا تنفصل عنا، انتظر أن يخبرك والدك أي اتجاه سنسلك. حسنا، في الصحراء نستخدم الجبال أو أشكال الكثبان لنعرف الاتجاهات، أو نستخدم علامات علمنا إياها من هم أكبر منا بالتداول الشفوي. لا أعرف سوى أماكن المراعي الجيدة وأماكن الشرب لأن والدي أعطاني خريطة، لكنها ليست ورقا بل هي في رأسي. إنها خريطة ذهنية جعلني أحفظها، يتم تناقلها من جيل لآخر. نسافر منذ شهر الآن، ووجهتنا هي واحة تونغاد. توجد مياه هناك وكذلك سباق للجمال. أريد حقا أن أشارك لأرى ما إذا كان بإمكاني أن أفوز. عندما نصل إلى مخيم نفرغ حمولة الجمال أولا، ثم نجد مساحة مناسبة لها لترعى العشبة ولنربطها. بعدها نشعل نارا وننصب الخيمة ونبدأ بتحضير العشاء. احذر يا والدي، لا تأتي للجمل من الخلف سيركلك. اربط الجمال بإحكام وإلا يمكن أن تذهب بعيدا. بطح جملا من خلال سحب ذيله طريقة ليثبت بها شباب البدو من أمثال ديدا قوتهم وشجاعتهم. إنه أحد طقوس العبور نحو مرحلة البلوغ، وهي أشبه بنموذج صحراوي لمسابقات رعاة البقر. هيا يا ديدا، أمسك به، أمسك به. هل يمكن للنسوة أن يأتينا ويساعدنا؟ هكذا، أمسك به وثبته جيداً، أحسنت يا بني. هذا يكفي، سأربطه من جديد. لكن يا ديدا. هيا يا ديدا، يمكنك فعلها. لن أتحرك. أطال الله في عمرك يا ديدا، الكل ينتظر، هذا اختبار لك. لا، لا يمكنني فعلها، لا أريد ذلك. هيا، أمسك به. أمسك به. توقف، هذا يكفي، لقد جعلني أركض في كل الاتجاهات، لابد أنني ركضت 20 كيلومترا. تيرجيت، تيمينيت، وآغميمين، كل هذه الأسماء يسردها البدو في أشعارهم. إنها قائمة من الواحات التي يحفظونها كالخارطة التي تقود لمكان الكنز الوحيد الذي يمكن إيجاده في الصحراء. تونغاد من أكبر واحات النخيل على هضبة أدرار. أتحرق صبراً للوصول إلى تونغاد، سنتمكن من شراء الدخن والحبوب، علينا أن نخزنها. أولاً سنروي عطش الحيوانات ونجدد مواردنا المائية. طريق مازال طويل. أملأ الجريكانات، املأ قوارير المياه
واملأ القرب. علينا أن نملأ كل شيء. البئر التالية بعيدة جدا. هل سمعت؟ ماذا؟ املأ كل شيء. لا يعتبر حمل الماء في الصحراء عبئا على الإطلاق، لأنه إن فد يعاني المرء. إذا انتهيت من ملء هذه، اذهب إلى القرية لبيع شاه. أحتاج المال لشراء المؤن. بمنازلها الحجرية التي تتخللها بعض الخيام التقليدية هنا وهناك، شهدت قرية تونغاد استقرارا تدريجيا للموريين. أصبح يوبا نفسه مع عائلته شبه مستقرين، فهم يتتبعون الأمطار لعدة أشهر من السنة ويستقرون صيفا في إحدى الواحات التي تشبه هذه ليكونوا قريبين من آبار المياه.